السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنياء من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو يعتبر ضمن موضوع الأعلاف، وهو إزاي تنتقل من علف إلى علف آخر. أنت بتستخدم علف معين هتغيره إلى علف آخر. طب أنت ليه هتغير العلف؟ طبعا أنا علمتك 5 فيديوهات أو 6 عن فصلت بالتفصيل ازاي تعمل علف باعلى نسبه بروتين واقل سعر ممكن، وقلنا اقل سعر ممكن دي تحط تحتها 1,000,000 خط، لان احنا بنتكلموا عن مشروع، يعني عاوزين ارباح، عاوزين عائد ارباح، عائد الارباح يعني بعد نهايه الدوره. فانت لو عملت علف حافظت على نسبه البروتين باقل سعر ممكن، اي جنيه انت هتوفره هيصب في الارباح في اخر الدوره. فانت مثلا هنضرب على مثال حي دلوقتي حاليا عندنا في مصر، طبعا شامل مصر والوطن العربي والعالم بالكامل. يعني نفترض انا كنت بشتغل على علفه الذره والصويا والنخاله. عندنا في مصر الذره ارخص من الذره، كانت ارخص من القمح والشعير بكتير، بفرق 1000 جنيه تقريبا في الطن، من 1000 ل 1500. اصبح حاليا انا قلنا نفترض ان انا بشتغل على علفه الذره وصويا ونخالة، حاليا الذرة ارتفع سعرها من الطن 3,300 جنيه، حاليا النهاردة سعر الطن 4,500 جنيه، قابل للزيادة، قابل للزيادة انه يوصل ل5,000 جنيه. فكده اصبح الذرة غير مجزية في العلفة، هترفع سعر العلفة جامد، ناهيك طبعا عن سعر الاغنام مستقر ان لم يكن فيه نزول. طيب ازاي انا هنفترض دلوقتي الذره سعرها ارتفع، الذره كانت عندي ما لا تقل عن 50% من العلف، انا هستبدل الذره، يبقى انا كده هستبدل 50% من العلف، يعني هيتغير العلف شبه هيتغير بنسبه 50%. طيب ده نفترض ان انا الذره والنخاله سعرها غلى، هي كمان النخاله برضه حتى سعرها بيغلى، بس سعرها كويس رخيص، بس بيوصل حتى سعرها قريب من سعر الذره، بيوصل بتفوت ل 4 جنيه حاليا، ب 3 جنيه وربع تقريبا، ممكن بتوصل لاربعه وباربعه وربع كمان، حاليا سعرها رخيص فبيستخدمها في العلف. ولكن نفترض ان حتى سعرها غالي، معنى كده هتغير الذره والنخاله، يعني غيرت 80% من العلف. ممكن بطريقه ثانيه، انا بستخدم الذره والنخاله والصويا، توفرت قدامي لما غلت الذره، توفرت قدامي علفه عباره عن غله اللي هو القمح وكسر فوق، مع نفس نسبه البروتين اللي انا كانت في العلفه القديمه، وبنفس سعر العلفه القديمه. يبقى في الحاله دي انا هغير العلفه بنسبه 100%، يعني العلفه اتغيرت تماما، مفيش ولا عنصر من العلفه الجديده موجود في العلفه القديمه. يبقى انا هيتم الانتقال ازاي؟ طالما العلفه اتغيرت على الاقل بنسبه 50%، العلفه اتغيرت على الاقل بنسبه 50%، يبقى لازم التدريج، لازم الانتقال من العلفه الجديده للعلفه القديمه يكون بالتدريج. لازم يكون بالتدريج. ليه يكون بالتدريج؟ لسببين. اول حاجه طبعا قلنا استساغه الطعم دي رقم واحد في العلفه، فممكن العلفه الجديده يكون طعمها هي نفس نسبه البروتين، بس الطعم بتاعها مختلف عن طعم العلفه القديمه، مش مستحب. ففي الحاله دي الغنم العلفه الجديده لما تحطها مره واحده تغير مره واحده، الغنم مش هتاكل العلفه الجديده، بالتالي هيحصل انقطاع عن الاكل، هيحصل رجوع للغنم يومين ثلاثة ورا أربعة على حسب شدة كرههم للعلفة الجديدة، لطعم العلفة الجديدة، لغاية ما يجوع وغصب عنه يدخل فيها يبدأ ياكل، يبدأ يزيد تاني، هيرجعك أسبوع 10 أيام ورا. طبعا دور التسمين احنا مش عاوزين يوم واحد ورا، عاوزين يوم واحد قدام مش يوم واحد ورا. الوقت بفلوس في دورة التسمين. طيب يبقى كده ده السبب الاول اللي ما يخلينيش اغير العلفه مره واحده. السبب الثاني، العلفه الجديده طبعا احنا بنحسب نسبه البروتين بنسبه تقريبيه على الورقه والقلم، العناصر زي ما قلت دي كلها ارقام تقريبيه، ممكن تكون انت واخد ارقام تقريبيه، هي العلفه الجديده نسبه بروتينها اعلى والطاقه فيها اعلى، فبالتالي لما الغنم وطعمها يكون احسن، فاول ما ترمي العلفه مره واحده بيحصل ان طبعا الطاقه، ومع حفاظ على نفس الكميه، على نفس الكميه بتلاقي الغنم الطاقة أعلى والبروتين أعلى، بتعمل مشاكل في الكرش، بتعمل حموضة عالية في الكرش، بتسبب لكمة، وإن كانت اللكمة خفيفة بترجع الغنم يومين ثلاثة ورا بس، ترجعهمش كتير، بس بيحصل رجوع للغنم ورا، زي ما قلت إحنا مش عاوزين الغنم ترجع ورا، عاوزين الغنم تطلع لقدام.
طيب يبقى احنا كده ده السببين اللي مش مخلينا نغيروا العلفة مرة واحدة من يوم وليلة. تغير من العلفة جديدة العلفة قديمة ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ التدريج. التدريج هيتم ازاي؟ قلنا لو تم التغيير بنسبة 50% على الاقل في العلفة يبقى التدريج 10%. بمعنى انا مثلا بستهلك يوميا 100 كيلو علف، بستهلك يوميا 100 كيلو علف، يبقى نجيب 90 كيلو من العلفة القديمة مع 10 كيلو من العلفة الجديدة ونأكل. تاني يوم نجيب 20 كيلو من العلفة القديمة و80 كيلو من العلفة 20 كيلو من العلفة الجديدة و80 كيلو من العلفة القديمة، ونبدأ نزود تدريجي. يعني كل يوم نزود 10 كيلو من العلفة الجديدة ونقلل 10 كيلو من العلفة القديمة. يعني في خلال 10 أيام بالضبط تكون أنت بتحط العلفة الجديدة بالكامل، كده تضمن ان استساغه الطعم ان الغنم تكون اتعودت على العلفه الجديده، لان انت حاططها تدريجي واحده واحده في العلف. الغنم حتى لو طعمها غير مستساغ الغنم هتاكل اكلتها بالتدريج، اتعودت عليها بالتدريج بدون ما تنقطع عن اكل العلف. وفي نفس الوقت لو العلفه الجديده بروتينها اعلى يبقى انت كده زودت البروتين تدريجي واحده واحده خلال 10 ايام، ما يحصلش فيها اي مشاكل، ما تحصلش اي لكمه، ما تحصلش اي حموضه، ما تحصلش اي تخمه في الغنم، فبالتالي يبقى الانتقال سلس بدون ما يرجعك اي يوم ورا ولا يعمل لك اي مشاكل في الغنم. دي الطريقه اللي لازم تاخدها في عين الاعتبار، الانتقال التدريجي من العلف القديم للعلف الجديد. لنفترض ان انت العلفه غيرت فيها بنسبه 20%، يعني مثلا بتستخدم ذره وصويا والخاله، النخاله سعرها غلي، حطيت قشر الصويا الناعم. قشر الصويا الناعم قريب نوعا ما يعني من الرده، اقل طبعا من النخاله ولكن قريب، يعني ممكن نستخدمه كبديل. فبالتالي اتغيرت اللي هي الرده، انت بتحط رده مثلا اللي هي النخاله بنسبه 15%، انت غيرت ال 15% لاي حاجه تانية، التغيير بسيط ما فيش اي مشكله، ممكن تتغير من يوم وليله ما فيش اي مشكله، ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. التغيير يكون من يوم وليله مش هيحصل حاجه، انت مغير نسبه 15% 20% بس التغيير، مش هتحصل اي مشكله ان شاء الله. لكن لو العلفه متغيره بنسبه 50% لازم تتدرج واحده واحده. وفينا طبعا ما تنسياش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة، وما تنسوش الجروب بتاعنا، رابط الجروب على الواتس ان شاء الله في اسفل الفيديو في الوصف. اي حد عنده اي سؤال اي تعليق يتفضل يدخل للرابط في اسفل الفيديو، هنحط رابط الجروب بتاعنا، الجروب اسمه تربية وتسمير الاغنام، هنحط الرابط في الوصف اسفل الفيديو. واي حد عنده اي سؤال اي استفسار يدخل على الرابط الجروب ويسأل اللي هو عاوزه ان شاء الله وبتتم الاجابة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.